أكد علي راشد الجروان رئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل أن الشركة تخطط لمضاعفة إنتاجها اليومي من النفط خلال 5 سنوات ليصل إلى 450 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواه الحالي عند 210 ألاف برميل. في خطة نحاول يعني مثل ما تقول نحصل على الموافقة، حصل الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة أن ندبل يعني الإنتاج، نوصل إلى 450 ألف برميل اليوم في خلال 5 سنوات. فيبقي لها طبعا كمية استثمار والشركة جاهزة. يعني الشيء اللي يشجعنا على هذا أن يعني الكاباسيتي الكابابيليتي مع الشركة أصبحت واضحة للعيان، وفي ما شاء الله كفاءات جيدة، وفي تجارب في الاستثمار وتجارب في التحكم في رأس المال والإدارة المالية. فالحمد لله أصبحنا شركة عالمية يعني بالأبعاد الموجودة. احنا نتكلم كل سنة تقريبا ميزانيتنا 1.5 مليار دولار، يعني 1 مليار دولار في الاستثمار و 500 مليون دولار للطاقة التشغيلية في 3 دول.